كاتش هذه الطرقة بالبارود استعب جليل جواد ممثل منطقة خطة زكان دائرة السبك زولة إقليم أسفي. من بعد غادي نشوفوا شرف البحراوي اللي عطانا أحسن طلقة خلال الطلقات الأولى بالبارود. من بعده محسن حجوب ممثل منطقة جمعة الحيب. أيضا آخر هو عبد الرحيم العويني الإبن ديالو السي أيوب العويني. سي جليل الاحساس ديالكم اليوم انتما؟ الاحساس ديالنا واحد الفرحه ما تتصورش. قبل هادشي خدمنا عليه مده وحنا خدامين على هادشي على هاد النهار. هادشي خدمنا مده وحنا خدامين على هاد النهار باش نوصلوا شي مرتبه اللي هي زوينه. سي جليل كان عندكم احساس انكم غادي توصلوا لهاد المرتبه؟ اش غادي نقول لك؟ البارود تسخر الله. البارود راه غير تسخر الله. حنا تنديروا اللي علينا والكاميرا على الله. الوقيته اللي ضرب الضربه الجاوجه الوقيته اللي ضرب الضربه الجاوجه عرفت بالله راه المهم عند حطوا في شي مستوى اللي هو زوين. الجي غيكون ثاني حماس اخر في سميتو غيولي ثاني حماس اخر وفي الله نطالبوا من الله التيسير ونطالبوا من الله السلامه للجميع. هادشي اللي كاين. حنا غادي نديروا المجهود اللي علينا والكمال على الله. هادشي اللي كاين. كنحسوا بواحد الفرحه كبيره ما كتصورش على البال لان ثاني عام ثاني مشاركه عندنا في الاقصائيه تاع المنطقه ديال الاقصائيه. في العام الاول تكلاسينا احنا مترتين وهذا العام الثاني ان شاء الله تاهلنا احنا مترتين. الجهه غادي نديروا واحد المهم غادي نجتهدوا مزيان كي اجتهدنا المباراه الاقصائيه ديال المنطقه ديال الاسفي غنديروا نجتهدوا الاقصائيه تاع مراكش ان شاء الله الرحمن الرحيم. من طبيعه الحال غيتغيروا بعض الخيول وبعض الركابه يتغيروا من طبيعه الحال. كاين بعد الدراري ما ركبوش معنا اليوم بعد بزاف الدراري ما ركبوش معنا ان شاء الله غيكونوا مستعدين وعندهم تم واحد اراده واحد العزم باش يتاهلوا تما ان شاء الله لدار السلام. لان احنا خدمنا على هذه الصربه مده تقريبا واحد المده شهر وحنا خدامين قبل هذه الصربه. لان العام الاول كنا عندنا واحد الفجوات درناهم فاش تكلاسينا احنا هما الثالثين. هذا العام احنا كنا مجتهدين ان شاء الله وكنا كنضربوا على الاولى. نقول لك شرف البحراوي من المستوى الثقيل من العيار الثقيل شرف البحراوي كنشكروه حتى هو كنباركوا ليه الفوز ديالو. مجيد قابيسه مسكين حتى هو ما ساعدوش الحظ ومحسن حجوب حتى هو عنده واحد ارتباك شويه وما ساعدوش الحظ. عبد الرحيم العويني ما ساعدوش حتى هو الحظ وسي المحب حتى هو ما ساعدوش حظ. المهم اللي يخدم على واحد الحاجه راه كيوصلها. والعلاقه بيني وبين العود واحد العلاقه وطيده شي حاجه ما تصورش على البال. لان ما تصورش على البال. الشيء ديال الخير حنا راه وارثينه على الجدود ديالنا ماشي من تلقاء نفسي ركبت على العود. وكاين مقدمين ناس لشيوخ اللي تشيخنا عليهم الله يرحمهم ناس كانوا كيتداعوا معنا شيوخ ناس معروفين على الصعيد الوطني. بحال الحاج عزيز الله يرحمه الله يوسع عليه والسي عبد السلام كتاتني الله يرحمه حتى هو من الشيوخ الكبار. السي بوشعيب ود العسكري الله يرحمه السي بن عيشه الله يرحمه السي الحاج الخوخي الله كاع عندنا بزاف الناس شي بجه الحاج بجه الله يرحمه شنو عاد لك نعاد لك بزاف تبارك الدري وشي علال جغاد الله يرحمه السي حميد جغاد الله يرحمه بس عبد الرحيم المكي الحلو الله يرحمه شحال ديال الاخوان يوسف شغلاني الله يرحمه شحال ديال الاخوان ساكن الله يرحم هاد الناس كاع نطلبوا لهم الرحمه ان شاء الله الرحمن. دابا انا ما يمكنش ليا نمشي لواحد الموسم وما مصدعش باش ندي معايا العود. لكن غادي واحد خصني ندي معايا الخيل ديولي هادي مع المباراه انا ما قدرتش نركب مع الدراري قلت لهم الاحسن نعطيهم تعليمات في الارض ونتعاون معاهم باش يبانوا لقدام ان شاء الله الرحمن. عندك علاقه كبيره كثرت العود او ما الحال العود راه شي حاجه كثيره العود العود شي حاجه كثيره. انا ما عمر العود من نهار درت العود ما عمر العود حيد من عندي. ما ركبناش من تلقاء نفسنا كاين شيوخ كانوا كيداعوا معنا وكيورونا شي حوايج ما كنتش نعرفهم. حتى حنا دابا شحال ديال الدراري راكبوا معايا وتعلموا مزيان بزاف الدراري راكبوا معايا وتعلموا مزيان الله يسعد لكل واحد. حنا ما كنحسدوا حتى شي واحد. اي واحد بغى يركب معنا مرحبا يبغى نحسد شي واحد اخر مرحبا الدنيا يعني ما كاين حتى مشكل. حنا اللي جا عندنا كيكون ما يعرفش كيشد المكحله وكيدرب معنا وكيمشي عند واحد اخر
كيمشي تو بعيد تو كيولي كيشارك في الاقصائيات بزاف الدراري كانوا كيركبوا معايا حاليا في الاقصائيات وراكبين مع ناس اخرين الله يسهل عليهم حنا ما نحزوا حتى شي واحد وحنا دابا حنا تلمدنا على ناس كبار وحنا كنعطوا واحد الشيء اللي تلمدنا عليه كنعطوا الناس الدراري اخرين ثاني دراري صغار ركبوا معنا ولد 16 عام 14 ركبوا معنا وتبارك الله دابا راه مشاو بعيد راه ولاو تركبوا مع الناس ماشي راكبين مع شرف راكبين مع قابيسه راكبين مع السي عبد الرحيم كاع الدراري اللي كانوا راكبين معنا حنا ماشي واش نقول لك الناس هلكهم الجفاف واللي هو ما كيفوت حتى واحد اي واحد كيتبلى بالعود لا ركب على اول ركب على العود تولى عندك مشتق تركب على العود مشكل كبير بزاف الناس اللي يبيعوا الخيل ديولهم بزاف الناس اللي ما قدرش يبقى شاد العود ديالو بزاف بزاف كان بزاف الناس وما كاينش شي دعم ثاني من العالف من شي بلاصه ولا شي المهم اي حاجه دابا بحال دابا هنا اي حاجه خاسره من جيبك هذه اقصائيات الا هذا البارود الثاني اللي عطاو لينا ديال سميتو هو اللي على حساب شركه صوريك هما داك البارود الاول كنا حنايا تساهم معنا واحد السيد جزاه الله خير داك السي البرلماني ديالنا سي الحداوي جزاه الله بخير تعاون معنا في البارود والحباش راهو الدراري المهم الحباش منهم ما كاينش شي سام شي حاجه بحال شي لا جا داك الاتحاد ديالنا لا والو ما كاين حتى اتحاد ما عندناش كاع في اساس اصلا كاع اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.